انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده، قلت اشرب حاجه سخنه واخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرفي حبيبتي، ما احنا مش هنستنى ولا لا. بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ملهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ يا لهوي، في ايه؟ كوكي الحقي كوكي، انحرسي كوكي. مالها دي؟ ايه دي؟ واي واي واي، مالك يا كوكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبتي ربنا يستر يا رب. من اسبوع. خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايزه افهم، انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني، ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيته بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ اه. مش قادرة، كعبي هينخلع مني. هو احنا هنخش عند الدكتور امتى؟ معلش يا روحي، استحملي يا اختي شوية، تعالي على نفسك. ربنا على القوي. اصلا يا اختي متجوزة ارهابي بعيد عني، عرف بس ان رجليها خدت عتبت الباب. يليوي اتجنن، كسر البنت على الاخر اهي، ما تنفعش تاني ببصله. ما تهدوا بقى يا جماعه، الابله دلوقتي هتدخلكم للدكتور. مش كده يا ابله؟ حاضر يا جماعه، لحظه واحده. اه يا حبيبتي، ما الدكتور لازم يتصرف. امال البنت موجوعه على الاخر. يا جماعه حرام عليكم، مش معقول كده. ست البحرين الله، قولي حبيبتي ايه؟ انا لسه هنستنى على يا بنت شويه. أنا آسفة يا خيري، بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليلى، أنا معرفش خالد فين. أنت ما فهمتش. شبشبة وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قلة أدب ومفيش أكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر أكتر من اللي خسرته. آه، ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تجيلك العيادة، هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكلة بينك وبين خالد، أنا إيه ذنبي؟ عايزة بنتي يا خيري. وصلني خالد. أنا عارفة إن أنا عملت له فضايح ومشاكل كتير، بس ما توصلش إن هو يمنعني عن بنتي. أنا بترجاك دلوقتي يا خيري، أقسم بالله العظيم وحياة حبستي في السجن ظلم، لو راست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد إذنك؟
اديني فرصة وانا هبقى اكلمك. انا استنيت كتير خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتأخرش. ايه لمي لي الناس دي، انا مش عايز دوشة وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. تمام. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبه قلبي، هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد كومبارس صاد. قعدت تقولي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. يا استاذ شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. نزود لك شويه كلام، شطات مع البطل، وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج، خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق، بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي. يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي ناشف. اهل الفن واخر الليل. السيما حلوه واللي فيها احلى. هي دي الرجوله صح. تصدق بيه؟ انا كنت فاكراك بني ادم. انت بتكلميني انا يا بت؟ ليه؟ هو انت بني ادم؟ لا موتوسيكل يا اخويا. يا ريت، ده حتى الموتوسيكل بيسخن اكتر منك. بلانيله. شفت البيت صليت العامة بتكلمني ازاي؟ انا لو عايز اخرجها اخرجه من النهارده قبل بكره، بس القانون بقى، القانون لا يعرف السكان ولا اخلاق السكان. على فكره بنات الرقاصه دول كلهم نسوان شمال، طول ما هم في السنة ربنا مش هيبارك لنا ابدا. احلى كلام قلته حاج عبد العزيز، هو ده الكلام. نعمل ايه يا علوه؟ الرقاصه لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضتي كده ليه؟ لا ما اتخضتش ولا حاجه. اتخض ليه؟ عادي. مش هتطلعي ولا ايه؟ لا مش هطلع، انا طالعه السجن. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ مالك قفشه كده ليه؟ مش قفشه ولا حاجه، بالصراحه يعني راجعه مش شايفه قدامي وانت شكلك رايق صراحه. وراجع مش شايفه قدامك منين كده؟ لا يا باشا لغايه هنا وستوب بقى. الحكومه مالهاش تسال رايحين فين وجايين منين؟ ولا انتوا فاضيين يعني فوقتوا تتسلوا؟ الحكومه ما تسالش. لم روحك ولا غادي كفايشك ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا؟ ايدك ساقعه يا كنتي، حرام عليكي. اغص عليكي يا بنت. يا اخي بيت البديل والله العظيم. غيري لا، يلا البرنس ده هعمل مساج عليه ازاي؟ لا لا انت مجنونه، هو كده حلو قوي. ما تعرجيش بقى. انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي منكوسه وانت كده. انا عمري ما حد لبس جسمي. ما بلاش السهواكة. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونة؟ لا طبعا، ده هي مرة وحيدة عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها. قعد يضحك عليا. اصلها عروسة بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوزد. رايحة فين؟ جاية جاية. والمساج؟ انا بقى اللي حد. لا لا ما تخرجيش. لا لا لا، اصلها عروسه بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوز، مش زي العرايس اليوز. ايه مفيش عرسه؟ بتشوحي يا بنت؟ بتشوحي لمين؟ انا مش فاهمه. يا رد الصغار، طب وحضامك لو ليك رد الصغار دي هتعمل فيك ايه؟ انا حريق رد سجون. الحقوني يا صفية. انا نفسي بقى ناخد بعضينا كده ونطلع على اي مكان في بحر وننزل بيتهمنا.
يا اختي نفسي اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه، اغرق. وانتي يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انتي التانيه؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني، مشوار ويعدي، لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عمرها وبتطلع، صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. ايوه يا بيتي يا بيرو تكوني بتضحكي عليا وما انتش غاويه تمثيل، تكوني غاويه مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفية اللي انا غاويها؟ انا ما شفتش بالرجاله حاجه عدله، ما بيشوفوش مني غير جسم ست وبس.